والله احنا ابتدينا في اوائل 19 خطط التطوير بتاعتنا، وخطط التطوير يعني عشان الخصها لحضرتك هي محورين. نعم. المحور اللي هو واضح للناس اللي هو اصلاح الشركات نفسها او تطوير الشركات نفسها او اخذ قرار بالنسبة لاستمرارية الشركات من عدمه. وده يعني ابتدينا بحوالي 50 شركة، وصلوا النهاردة 50 شركة، منهم 32 شركة في قطاع واحد نسيب، والباقي هي من أكثر الشركات اللي هي تأثيرا في المجتمع المصري، سواء هي شركات متعثرة أو شركات بتكسب بس المفروض أنها تؤدي يعني لقطاع الأعمال المصري الخاص، تؤدي أكثر ما هي بتعمله النهاردة. فالخطط دي شغالة ومستمرة، وده المحور الأولاني. المحور يمكن الناس مش شايفاه، وده بدونه ما ينفعش ان احنا نصلح شركات، واي حاجة بنعملها هتبقى مش مستدامة لو ما كناش اشتغلنا على المحور الثاني، وهي خلق بيئة للأعمال اكثر تنظيما واكثر انضباطا، ويعني فيها حوكمة اكثر وترشيد أكتر. ابتدينا بتغيير القانون 203 لسنة 91 اللي كانت عمل بعد 30 سنة تقريبا من يعني تجربة في القطاع العام، وغيرناه أو عدلناه بالقانون 185 لعام 2020، تم إقراره في يوليو الماضي. دي البداية الحقيقية للإصلاح اللي بتمكن المساهم في شركات قطاع الأعمال العام اللي هي الدولة يعني من ضبط الإدارة اللي هي كان فيها انفلات كبير وفيها عدم قدرة على أخذ القرارات الرشيدة لأسباب كثيرة جدا. فالحمد لله قانون اتعمل وإحنا يعني تم إقراره، وإحنا في سبيلنا إلى أن نخلص أو نغير مجالس الإدارة في عملنا تقريبا 43 شركة من 80 شركة اللي يكونوا موجودين بعد عمليات الدمج الهزين. فالتغييرات جيدة جدا، جبنا مجالس إدارة جديدة، جبنا رؤساء مجالس إدارة وأعضاء مجلس إدارة من برا الشركات، يعني مش موظفين جوا الشركات، وأنا من برا الشركات بخبرة في قطاع الأعمال وخبرة في إدارة الشركات. بنغير لوائح العمل، وإحنا طرحنا يمكن أول نسخة من لوائح العمل على اللجان النقابية والشركات، وفي طريقنا بإذن الله أن إحنا خلاص بن 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 بنصدر النسخة الثالثة بعد المناقشات اللي تمت، علشان نقدر ان احنا ننفذها في شركاتنا، ونقدر بالتالي ان احنا نقدر يعني نراقب العمليه الانتاجيه ونراقب عمليات صرف الاجور، ايه المستحق وغير المستحق، ونحاول ان احنا نوازن بين مصالح العاملين والاداره وبين مصالح الدوله اللي هي المساهم. عملنا ميكنه في 63 شركه ما بين شركات قبضة وشركات تابعة. الميكانة دي أو نظام الـ ERP هو اللي بيمكننا أن احنا ناخد قرارات في الوقت المناسب في الـ 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 بالصورة المناسبة. فحضرتك يعني ده المحور الثاني اللي هو يمكن أكثر أهمية من إصلاح الشركات نفسها. طيب سيادة الوزير، خلينا مين نقدر نقول مع الإجراءات والتنظيم اللي اتعمل والتظبيطات اللي اتعملت مجالس إدارات، مين حقق ومين ما زال لسه بيخسر؟ لا لا لا، الخسارة يا فندم دي خسارة 30 سنة. فما تقوع تفتكر انها حاجة بتتعمل ندوز يعني ندوز زرار يحصل. لا لا، دي هتاخد وقت، وهتاخد وقت للتدريب، وهتاخد وقت للمتابعة والإدارة، وفي مسؤولية طبعا على الشركات القابضة في مراقبة الشركات التابعة. العملية مش بالسهولة، احنا في بعض الشركات احنا بنغير جلدها بالكامل. نعم. يعني كانت رايحة مين، لا جبنا مجلس ادارة واكتشفنا انه الاتجاه اليمين ده خطأ تماما، وكان ضروري تمشي شمال.
ده بيستدعي تغييرات في الإدارة التنفيذية. يعني العملية حقيقي تغييرات جذرية وبتاخد وقت، وفي قطاعات في غاية الأهمية للمجتمع.